بالعلم والإيمان يسمو الإنسان بالعمل والنصر. استثمروا العطلة الصيفية وكل عطلة لفائدة أبنائكم مع مركز اللغات الحديث في جبل الويبدة. من خلال دورات اللغة الإنجليزية الصباحية المكثفة الخاصة بطلاب المدارس، واللي بتكون من الأحد للخميس من كل أسبوع، ومدة الدورة 84 ساعة دراسية بواقع 4 ساعات يومياً. أول ساعتين بتركز على المهارات الأربعة للغة، المحادثة والقراءة والكتابة والاستماع، وتاني ساعتين بتركز على المحادثة للتمكن من اللغة. وبنقسم طلابنا لفئتين حسب العمر، الفئة العمرية الأولى من 4 إلى 6 سنين، والفئة الثانية من 7 إلى 17 سنة. في مركز اللغات الحديث مجموعة من الميزات اللي بتخلينا المكان الأفضل والخيار الأنسب للجميع. قاعات واسعة ومريحة وبتناسب جو التعليم الحديث، مواصلات مأمنة، معلمين عرب وأجانب متخصصين بتعليم اللغات، مرونة في اختيار الأوقات، أجواء ممتعة ومحببة. بنعتمد أحدث المناهج في تدريس اللغات. مركز اللغات الحديث في جبل الويبدة، 06-462-5582، 079-55-88-400. كل لسان بإنسان.